يا أهلا بكم ومرحبا بكم في ساقية عبد المنعم الصاوي، هذه المنارة التي تهدي الضياء، وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيبه. ومرحبا بكم في سلسلة هي فرعونيات أم شوقيات أم زويليات، ربما فرعونيات التي يعيد بها صديق قراءة التاريخ بعيون مصرية. وهل أعني بالعيون المصرية عيون الحاضر؟ كلا، بل عيون الماضي التي رسمت ما رصدت وعنت ما قصدت فجنت ما حصدت ولم توصد أمامها الباوربوينت. وأيضا تنضم إلينا اليوم سلسلة زويليات، وهي سلسلة شرح حقائق الأشياء من ألفها بائها إلى الياء، تيمنا باسم سفير العلم زويل سميتها زويليات لما أجرى الله على يديه من آيات في العلم بينات. هي سلسلة في العلم، وما العلم إلا سلاسل، سلاسل تنساب في سلاسة، سلاسة تنادي سلسبيلة. وبعد الدباجة، أما بعد، حكايتنا النهاردة عن الملح، وإذا بنا أمام الملح وقصة الملح، وإذا فسد الملح هنشوف إيه اللي ممكن يكون. قبل ما نبدأ في العلوم عايز أحكي لكم حكاية أسطورة. نعم؟ قبل ما نبدأ هحكي حكاية أسطورة، يبقى مش حقيقة ولا إيه؟ ممكن تكون بجد. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، كان في ملك عظيم الشان، والملك ده كان ليه ثلاث بنات جميلات أميرات. وفي يوم من الأيام لما بلغ من الكبر عتيا واشتعل الرأس شيبا، فجمع الأميرات الصغيرات وقال لي كل بنوتة يعني بتحبوني قد إيه. فالأميرة الأولى قالت أنا أحبك يا مولاي يا أبتي حب الذهب، فسر الملك. فجات البنت الثانية وقالت وأنا يا أبي أحبك حب الألماس. طيب والثالثة؟ فطبعا الأب كان مسرور جدا، قال بقى أكيد الثالثة هجيب حاجة أحسن كتير. فالثالثة قالت برافو. والأميرة الثالثة قالت، وهي كانت الصغرى أحلاهن واللي هي المفروض ينتظر منها أن هي تقول أحلى إجابة تسر الملك، ولكن هذه البنت الصغننة قالت أحبك يا مولاي حب الملح. حب الملح؟ فغضب الملك وثارت ثائرته وقال انت مطرودة من المملكة، ومن اليوم ما لا تدخلي بلاط الملك ولست ابنتي. وخرجت هذه الأميرة العبقرية الصغيرة ماروشكا، وتدور الأيام. طبعا هي مش عارفة هتروح فين، هي ماشية في الطريق في الغابات في المجاهل ده ترا انكوجنيتا، وقابلت فارس جميل ووقعت في حبه، وبعدين الباوربوينت زعل. اللي بيجرى هنا ممكن نعرف السبب؟ رجعت؟ الله، أين الأميرة؟ وهذا الفارس العظيم، وهو كان أميرا على ممالك الملح، أيوة بقى على ممالك الملح. وبعد مرور أعوام حصل إن قل الملح في مملكة هذا الرجل العظيم الملك أبو الأميرة الصغيرة، وما عادش فيه ملح في البلاد، والناس بدأت تتعب وتعيا، الملك نفسه أصابه المرض. وبعدين سمعت الأميرة الصغيرة بمرض الملك، فرجعت له بسرعة وقالت له يا مولاي أنا الآن مليكة على ممالك الملح، وجابت له الملح واسترد العافية وعرف قيمة الملح، وأصبحت هذه الأميرة هي الملكة من بعد أبيها لأنها عرفت قيمة الملح. وتوتا توتا The Princess of Salt. العرب عرفوا قيمة الملح وقالوا أما حاجة تكون فيها جمال وحسن قالوا عليها مليحة، صح؟ ففي بنت مليحة وشيء مليح وزين وجميل.
في هذه الملاحة، وفي الملاحة كمان بالكسرة. طبعا عارفين الملاحة زي جراحة وفلاحة. شكرا. ان الفكرة جت منين؟ ازاي الملح يبقى منه ملاحة؟ لو احنا في البحر وبعدين انتي ملاحة انتي بحارة وانتي في البحر، ممكن في وقت من الاوقات يجي الموج ويرمي عليكي الموج مية ملحة، او ممكن تنزلي في البحر تعومي تصلحي المركب، وبعدين لما يجف المية الملحة يبقى على الجسم دقائق من الملح، وهذه الدقائق من الملح تخلي الواحد ملاح. فعشان كده اصبح الملاح مشتق من الملح، لدرجة ان انا بلغت في الامر وقلت بما اني السال اللي هو الملح فمنها كلمة سيلر، بس يبدو ان ده مش مزبوط، لكن على الاقل في العربي الملاح من الملح فعلا بلا شك. يجور بها الملاح طورا ويهتدي السفينة، طبعا يجور بها الملاح، فالشيء المليح الجميل الحسن هو من، والملح هو ايه؟ مصلح الطعام. في اللاتيني عند أمة الرومان، وإن شئت فقل الإمبراطورية الرومانية، عندهم يقولون سالي، لا مش سالي، سال إس، وبالإس دي آي إس عندهم، فهي لاتينية. ولأنها كلمة قديمة فقد كبرت الشجرة وتشعبت فروعها، فهتلاقي في كل، مش كل، أكثر لغات الدنيا في الغرب هتلاقيهم مشتقين الكلمة من ساليس دي اللي هي الملح باللاتينية. لاتيني يعني من لغة الرومان، مش كده؟ رومان، أيوة صح كده. فهتلاقي بالفرنسية مشتق سول أهي، نفس الاشتقاق، وبالإيطالية سالي، وكمان بالأسبانية سال، شفت دي، وبالألمانية السيل، يعني السيل بقى وجايب المية المالحة السيل، ما دي الفكرة اللي أنا قلتها يعني، وبالروسية سول، ودي بقى إيه؟ دي مش من نفس الأصل، بس حد يعرفها؟ صح، تكسب شوكولاتة وهمية المرة دي. طز، كلنا نسمع عن حكايات طريفة وملح من الملح، سمعنا عن الملح، وفي ملحة هي حكاية كانت في عصر الدولة العثمانية، إبان حكم العثمانيين، كان جاب الضرائب اللي هو بياخد الضرائب. ايه هي الضرائب دي؟ لما انت بتبيع سلعة وبعدين هو ياخد جزء كبير منها، جزء كبير في الواقع، لانه الضريبة دلوقتي كام؟ 14%. طيب كانت 10%، وبيسموها عشر، والجمع عشور، وجمعها عاشور. فالعاشور كان بيجمع الضرائب، هو بقى الناس دعلانا المصريين اللي هم احنا، فقالوا نعمل حيله كده اهوت، ازاي ما ندفعش؟ قال لك الملح مش غالي وما حدش بياخد عليه ضرائب، فهنقول ان احنا مش بنبيع حاجه غير الملح، كل حاجه ملح، فكل ما يعدوا ببضاعه اما المصريين حطوا عليها شويه ملح، غطوها كده كميه ملح، اللي هو بالتركيه طز، كلمة ملح بالتركية. وإلى الآن لو أنت في إسطنبول أو أنقارة أو منقورة، لا مش منقورة، هتقولي طز، فطز هي التركي يعني معناه الملح. فكل ما يعدوا على عاشور اللي هو جامع العشور يروح قايل له طز يا عاشور، ده ملح يا عاشور، فما تاخدش مننا ضرايب، فسابت دي طز يا عاشور. عرفت بقى ازاي دي؟ ده مش تبعنا ده. طيب شايفين دي لقطة لملاحة اهي، فين دي؟ أين هذه الملاحة؟ أما باليونانية حد يقراها؟ ألاس، وبالإستونية سول، بس بيحطوا السول كذا أو كده، هو الملح سولت طبعا إنجليزي سهل قوي. المصري القديم، هي دي مش باينة ليه كده؟ استنى حد يجيب الملح ده معايا هنا. مش راضي يجي. دي الحا، بس تويستد فلاكس ويك اللي هي
بعدين الميم الالف النسر وادي التاء ودي عامله زي الملاحه ولو انها مش ملاحه وادي حبه ايه حبه ذره grain of salt حبه ملح حمات اللي هي ملح بالمصري القديم والنهارده هنشوف ازاي المصريين القدماء من اول طبعا ما نستخدم الملح معروف من قديم الزمان وكل حاجة هقولها النهاردة you can take it with a grain of salt لا مش كل حاجة بعضها when you take something with a grain of salt grain of salt يعني حبة ملح معناها ايه جايز ان انا اقول كلام مش مستساغ كلام يحتمل الشك ف take it with a grain of salt بلعها كده بحبة take it with a grain of salt يعني ما تاخدهاش جد قوي من عجائب الملح حتى في اللغة ايه بقى سال اللي هو الملح الملح كان في عصر الرومان كان الجنود بيدفعوا لهم طريقة من الطرق منها بيدفعوا لهم بالملح وليه الملح والله الملح السو فيرساتايل دايما هنشوف ممكن ليه 14 ألف حاجة يستخدموه فيها الملح مش هيفسد صعب قوي انه يفسد سهل انك تشيله صح ده انت بتحفظ بيه مش هو بس يحفظ نفسه اذا كانوا بيدفعوا يعني انت عليا فلوس ليك اتفضل اديك شويه ملح فعشان كده جت منها كلمه salary المرتب مشتق من سال اللي هو الملح salary مرتب جايه من سال اللي هو الملح مش بس كده ان الملح versatile و14000 استخدام ايه ده ايه اللي جرى الجندي مشي هجيبه لكم بعد شويه بس هنا في كلمة تعبير بنقوله انجليزي الناس فاكرة to add salt to injury لا هو to add insult to injury اللي هو زي يزيد الطين بلة فطبعا مش هو بس وقع وكمان بيشتمه لكن الملح عبر العصور قدر ان هو يقوم حضارات ويهدم حضارات حتى ان الحكام قدروا يبنوا سور الصين المفروض هنا في سور الصين العظيم بس طبعا ما انه عظيم ما قدرتش احطه في الحته دي انما قدروا يبنوا سور الصين العظيم ذا جريت وول اوف تشاينا بتجاره الملح في عصر الرومان الرومان بيفور لا كادوتا ديل امبيرو رومانو قبل سقوط الدوله كان عندهم الجنود قلنا بيدفعوا لهم بالملح مش كده طيب منها جت كلمه انت بتدفعوا لهم سولت مش كده سول سولجر فكلمه سولجر اللي هي جندي برضو مشتقه من الملح شفت دي كلمه سولجر بالانجليزي مشتقه من الملح سول سولجر ازاي نعرف ان في ملح تعرفي ازاي نعرف ان هنا في ملح قبل الإنسان ما يعرف وجود الملح تتبع كده الحيوان ونشوف فاكرين زي القدماء المصريين the habit of copying the habitat was uninhibited among the inhabitants of the Nile Valley they had a habit to inhabit not to inhibit and prohibit but rather exhibit their talents they would have agreed with Benjamin Franklin hide not your talents they for use were made what's a sundial in the shade المهم ازاي نعرف في ملح الحيوان ممكن يدلنا زي حتى فاكرين قصة الغراب قالوا إن الغراب من شرار الطير وليس من خيارها ولكن الله بعثه إلى ابن آدم ليريه كيف يواري صح؟ آه وعشان إمعانا في تبويخ يسموها إيه؟ من تسول له نفسه قتل النفس بغير الحق فبعت له شرار الطير مش حد يعني شيك كده لا الطير اللي هو الغراب ده الغراب فالحيوان هنا هيبدأ تلاقيه لو تتبعناه ولو هو عايز ملح هتلاقيه بيلعق اللعق ده بيلعق ليه دي بيسموها ملاعق الملح ملاعق او salt licks L-I-C-K لكاري ملاعق الملح فلما الإنسان في قديم الزمان تتبع الحيوان وقدر يعرف إنه دي أماكن فيها الملح ما هيقلب بقى الحيوان بشوف إيه الحلو ده طلع مش حلو قوي طيب
وقال السيد المسيح لأتباعه: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنتم ملح الأرض، أنتم الميزان اللي تصلح به الأشياء، والميزان ما يقدرش تزوده ولا تنقصه، لو نقص زي الملح يبقى الأكل ملح، طب لو زاد برضو هيفسده. فأنتم الميزان، يعني أنتم لا غنى عنكم، بس لا بزيادة ولا بنقصان، وإنما بالميزان. يعني فكرة العدل كلها في الملح، إن هو بلا زيادة ولا نقصان، زي ما الفلاح الفصيح قال: أقم العدل من أجل الإله الذي أصبح عدله قانونا للعدل، فالعدل للخلود، وهو يهبط مع صاحبه إلى القبر حين يلف في كفنه ويوضع في التراب، فلا يمحى اسمه من الأرض بل يذكر لأنه أقام العدل. إذن أنتم ملح الأرض، ما إذا فسدتم، عشان كده قالوا في اللاتيني corruptio optima optimi pessima، corruption of the best become the worst، إذا فسد الملح أو أسوأ الفساد فساد الأفضل. وفي الآية: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. يعني إيه عذب فرات؟ ويعني إيه ملح أجاج؟ ها؟ صحيح، بس زيادة شوية، يعني شديد العذوبة وشديد الملوحة، زي ما تقول براين. ودلوقتي هنروح المكان اللي قلت عليه. احنا فين دلوقتي؟ تدي شبه منها ابعد شوية. احنا في مكان في اديرة كثيرة، مش بعيد قوي كده، كنت لسه قايله، احنا في وادي النطرون. وكلمة النطرون، الكلمة المصرية القديمة، المفروض نشوفها دلوقتي بس نكسلان. نثر، نثر معناها الإله، والنثر بتكتب بعمود كده وحوالينه لفافة كتان، ودي معناها الإله، بترسم في الهيروغليفي بالصور التي ألفها المصري تأليفة فصارت هيروغليفة، تلاقي عمود وحوله الكتان. فإذا أنت أخفيت هذا العمود، فإن طبعا God is hidden، صح؟ باطن. وكمان أنت بتحفظ الحاجة لما بتلفها كده زي الموميا، فالله الحافظ، He preserves and keeps. وكمان العمود ده فيه قوة، and God is power، هو القوي. فده كل الجوانب الديفينيتي الألوهية في هذا الرسم الهيروغليفي. وده اللي بيدينا كلمة نثر، نثر نثر، وجت منها كلمة نطرون، لأن الوادي ده جبنا منه الملح، والملح استخدمناه في الحفاظ، والحفاظ ده حاجة صفة من صفات الربوبية، صفات الإله، إن هو بيحفظ، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالمصري استخدم حط الملح ده، استخدمه في التحنيط، ده الأساس على فكرة، عمدة التحنيط، العمدة الميور. يشيل طبعا، you remove the internal organs، تشيل الأحشاء، أحشاء كما تشاء. وبعدين لا يبقى سوى القلب عشان الميزان، أنتم ملح الأرض، ونحط لكم ملح كمان معاه. ويبقى كده التحنيط أساسه الملح. في طبعا حاجات تانية طيب الريحة وتخليه كده يعني شيك إبراتيك. طيب، فده مين تلكم؟ هي المومياء. النترون أو الملح، طبعا كلمة ملح، النهاردة مش هتكلم عن الملح بالمفهوم الكيميائي، وإلا هيبقى عندنا أملاح كتير، ملاح بقى نروح الدكتور، إنما هتكلم عن الملح الأشهر، ملح الطعام، ونشوف متكون منين. تعالوا نشوف، احنا ممكن نعملها زي كده، فين الجدول؟ ايه ده؟ فين الصوديوم؟ في حاجة مختفية من هنا، صح؟ ايه ده؟ صح ولا فين العمود الأول؟ ولا ايوه العمود الاول فين؟ العمود الاول لو سمحت. طيب، مش عارف ليه الشاشه مش غلطتي، بس ممكن حد يطلع يتفرج هنا. في العمود الاول هنا هنلاقي اوله الهيدروجين، وتحت منه اللي هو نمره 3 يبقى ليثيوم، وبعد كده تحت منه ان ايه. ويلاحظ وقد ادرك العلماء ان الصوديوم
ما بيكتبش بالصوديوم بـ SO وإنما بـ ناتريوم. إزاي ده؟ NA for natrium. ليه؟ من مصر القديمة. شفت إزاي؟ من وادي النطرون. إذن كلمة مصرية قديمة في الجدول الدوري. ويدور الزمان ونلاقيه نمرة 11 في المجموعة الأولى، الصوديوم أو ناتريوم باللاتيني. وهنرجع للجدول بعد شوية عشان نشوف العنصر الثاني. الكلورورو دي صوديو، ده كلوريد الصوديوم أو NaCl، كلوريد الصوديوم. أول حاجة سميها الصوديوم، والصوديوم دي صودا، يبدو أنها كلمة عربية كمان. صور هذه كمان كلمة عربية صودا. إزاي؟ الله. أيوة صودا فعلا، لأنه كانوا بيستخدموا، أيوة بيستخدموا مركبات من الصودا في علاج الصداع، فأصبحوا بيقول عليه صودا، صداع من علاج الصداع. شفت دي جديدة دي صح؟ صودا. وبعدين الصودا اللي في الفلز ده أو هذا المعدن، this metal، شايفين so metallic silvery، زي الفضة كده أبيض، مش عارف أبيض هنا أكتر ولا هنا. It's a highly reactive metal، ما بيعرفش يصبر يقعد لوحده كده، مش هيقعد بقى يعني very social كده، اجتماعي جدا، فلازم بس ممكن يبقى اجتماعي زيادة عن اللزوم، ممكن ينفجر. ده المعدن الصوديوم. فشوفوا الخطورة، إن الملح NaCl متكون من فلز ممكن ينفجر مستعد، والكلور اللي هنشوفه بعد شوية وهو غاز سام. فهذه مادة الحياة، this essence of life، جاية من حاجتين منتهى الغرابة. بتفكرني بالمية برضو، الهيدروجين يشتعل وأكسجين بيساعد، دي فاصل. طيب المرة دي المجموعة دي نقدر نشوفها، مجموعة 17، فلور كلور والبرومين ايودين اليود استاتين. في حاجة تانية لقوها صعبة شوية. المجموعة 17 يا عشان كده انا اخترت نتكلم يوم 18 اسرة 18 بعد كده كلور، يبقى احنا 11 و 17. الكلور في المجموعة 17 دي مجموعة اسمها هالوجينز. هالوجينز يعني ايه؟ يعني ايه هالوجين؟ طب يعني ايه جين؟ طب يعني ايه جينيسيس؟ ها؟ يعني بداية تكوين صح؟ عارفين سفر التكوين؟ جينيسيس. فممكن نتكلم عن هالوجينيسيس، تكون الهالو. هالو؟ لا بس ده 1 ال. فهالوجين هيدروجين، يعني ايه هيدروجين؟ مكون الماء. اكسجين مكون حاجة شارب زي الحمض، أحماض. كارسينوجين مكون سرطان، بيسبب سرطان. هالوجين يعني بيكون هالو، وهالو يعني ملح، فإذا هالوجين يعني بيكون الملح. وهنشوف إزاي إن المجموعة دي 17 بتكون أملاح، فهالوجين إزاي؟ هالوجين. طيب من أبرز الوجوه التي ظهرت في المجموعة 17 أنادي اليوم على الكلور. أستاذ كلور أهو تفضل. الكلور شايفينه، واللي عزله واللي شافه كان هذا العبقري. مين ده؟ ها؟ العبقري ده كان أعظم اكتشافاته فاراداي. واكتشف حاجات كتير وعزل عناصر كتير، بس شايفيني او بيعمل كده، انا احب اعمل كده عشان اكتشف. انا اقف كده شويه فاصل لنكتشف بعض العناصر، عناصر ناصرها الزمن واخرى انصهرت فبهرت ساطعه على مرآه الزمان. ان هذا الرجل قدر ان هو يستكشف هذا العنصر اللي جوه الانبوله او القنينه دي، ولقاه غاز سام ولونه أخضر خفيف، مش باين أخضر هنا. فطبعا كل حاجة بنسميها أكتر الوقت اللاتيني يوناني،
فاكرين الكلوروسينثيسيس تمثيل الضوئي وبيدينا ايه؟ عشان اخضر كلوروفورم، كلورو يعني اخضر فسماه كلور. شفت ازاي؟ كلورين عشان ده اصل الكلمه، يبقى كلور مش مجرد اسمه خلاص. فكر فيها، كلور عنصر اخضر لونه اخضر، عرفناها من اسم. عرفنا الصداع، صداع لونه اخضر، حاجه عظيمه جدا. هو ده سير هومفري ديفيس العبقري اللي اكتشف لنا حاجات كتير، وبيقول الخ خلوروس، خلوروس هم عندهم خ، عندهم خ، عشان كده بيكتشفوا حاجات كتير. لما يناموا شخروا يصحوا يقولون على الاحلام اللي اكتشفوا فيها العناصر. في الحرب العالميه استخدم غاز الكرور ده الاخضر ده عشان الناس دي وير جرين، ما عرفوش اللي جاي لهم. They were so green. طبعا everybody else was green with envy. مش مهم. نحن الآن أمام table salt، ملح الطعام، والمعروف عند أمة ملح الطعام في جسم الإنسان ما نقدرش نتحرك من دونه، من تفاعلات إلى نقل، وسائل النقل والمواصلات في الجسم محتاجين الملح. فمش بس القوافل على مدى الإمبراطوريات ومر السنين من فجر التاريخ بتنقل الملح، بس هو الملح بينقل لنا، بيساعد وسائل النقل والمواصلات في الجسم. ولذلك هتلاقي في كل جسم إنسان ما يعادل حوالي 3 ملاحات كده، يسموهم إيه؟ فالملح is quite a mover and shaker. No pun intended. ملح is a mover and shaker. عشان كده نلاحظ ربنا أعطانا معين لا ينضب من الملح، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهنلاقيه في المحيطات طبعا، مال الدنيا مليانة ملح، ما فيش مكان إلا هنلاقي فيه ملح أهو، صح؟ زي ما أنا اتكلمت على محاضرة الكالسيوم، فلقينا إن الكالسيوم في كل الفواكه والخضروات تقريبا، أي حاجة لك فيها كالسيوم. فقلت بناء البشر من بناء الأثر والهرم، الهرم بنيه كالسيوم وإحنا واقفين كده عشان فينا كالسيوم. كذلك الملح، فهتلاقي الملح في كل المحيطات، وهتلاقيه في المش كمان. صح؟ من لم يمت بالمش مات بغيره، بدونه. ف the table salt common salt common، لانه طبعا لازم يكون شائع كده، والا لو ما شاعش يبقى احنا ايه؟ لا تقل شئنا. سالي دا تابولا، ملح الطعام، ملح الطاولة، rock salt. This is the only rock we eat. الصخرة الوحيدة تقريبا اللي ناكلها، مش كده؟ صخرة، بناكل صخر. مش كده واقفين اهو زي الصخر. أنا مصري بناني، من بنى هرم الدهر الذي أعيا الفن. سالجمة، سالجمة بقى، سالجمة لغات مختلفة. لما بنلاقيه في الصخر، شفناه في المحيطات، هنلاقيه في الصخر. صخر؟ صخر، كده ولا كده؟ كده كده كده. الصخر ده اسمه هالايت. طب احنا شفنا الكلمه دي من شويه، صح؟ فاكرين الهالوجينز مكون الملح؟ طب وايه هالايت بقى؟ احنا هنقعد ننوع في الكلمه. فاكرين فاموسو في اسرات زمان في الرحله؟ هالايت، فاطمد او فاطمايد، ايوبايد، فاطمايد من الاسره الفاطميه، فاطمه، هافينج فاطمه، جرانيت، جرانايت. طبعا ازاي بنقولها جرانيت او جرانايت؟ حسب اللغه، حسب واحد بيعرف ينطق ما بينطقش، حسب اللي نطقها اول مره. المهم ان الاي تي اي دي اي تي انفورميشن، مش كده؟ عصر الانفورميشن. فايت دي ايت يعني يو تيك ا بايت فروم ذا سورس. شفتي بقى دي اختراع النهارده، انه يعني يو تيك ا بايت فروم سولت. فكلمه اي تي ذيس سافكس، هذه اللاحقه، معناها having hollow، having salt. فجرانيت معناه having grains، حبيبات بنشوفها في احجار الجرانيت. وهالايت معناه having salt، جواه ملح. اذا هو ملح صخري، هو ملح الصخر، صخر الملح، صخر الملح، صخر الملح، الملح صخر، ملح صخر، صخر الملح. ايه ده؟ اتلخبطت. صخر الملح. I'm lacking some salt. صخر، صخر. لغة عربية جميلة، بس ما تقدرش تنسى كلماتها. صخر، تخيل بتعلم عربي تقول صخر كده، يا سلام، صخر، صخر، قول صخر كده، أنت تستمتع بالكلمة. صخر، نقف على صخر، صخور أصبحت قصور،
كده؟ أخوها صخر. أيوة أخوها صخر. فيعني كلام صخر تنحت في الصخر. وجيب ملح. أهو جبنا ملح. شايفين الملح ده؟ دي بقى عارفين إن المادة فيها إيه؟ جزيئات. لا أول جزيئات. نسيدي جزيئات. خش كده على طول. بالراحة. مين هاد؟ جزيئات. تصغير جزء. يبقى المادة فيها أجزاء الأول. الله. أجزاء جزيئات. جزيئات تكون من ذرات. ده جزيء ملح أهو. وآدي. طبعا واحد لواحد يعني من راس للراس. كلور صوديوم كلور صوديوم كلور صوديوم كلور صوديوم صداع صداع اخضر ادا اخضر اهو. طيب ساعات يقولوا على الملح tears of the earth زي دموع دموع الارض كده. كتير قوي. It's one of the most abundant. الصوديوم وكلور دول so abundant شائعة ومنتشرة ومتوغلة وكده. دي تلال الملح فين فين في بوليفيا. اه مفيش مكان في العالم تقريبا مش تلاقي فيه ملح. فمن العجيب ان تلاقي فيه دول تتصدر تصدير الملح. طب ليه ما احنا ما نتصدرش تصدير الملح؟ يعني لو بصيت على قوتين عظميين ولا تقل عظمتين لأن عظمى مؤنثة فلا تؤنث المؤنث ولا تذكر المذكر صح؟ العظميين القوتين العظميين مثلا أمريكا على الصين هم بيتصدروا تصدير الملح. أدي تلال الملح وأدي في نيويورك. مادام في ملح في ملوحة وسردين. لا وفي سالينيتي. الملوحة مقدار الملح دي السالينيتي سالينيداد. فكل ما زادت الملوحة في بعض الأماكن زي فين؟ ها؟ قريب في أدنى الأرض the lowest point على اليابسة مش في المحيط لأنك لو دخلت المحيط في حاجات بقى عميقة تانية وتروح تايتانيك وتروح فيلم جديد اللي طلع ده من شوية اسمه ايه؟ في فيلم كان نتكلم عن المحيط لسه شايفه. أيوة كانوا بيغرقوا كلهم كانوا بيغرقوا ونزلوا في عمق كده هوت خلاص لسه في السينما على فكرة. لكن دي في أدنى الأرض على الأرض مش في المحيط. فعلا this is the lowest point. أنا بعتقد إن هي المقصود بها في أدنى الأرض. دي فين؟ في الأردن. وعلى فكرة كلمة أردن أنت كده يعني معناها يعني flowing down كده flowing down. وانت طول ما أنت هناك نازل قاعد تنزل 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 آه في أدنى الأرض. وهتشوف دي خريطة أنا شفتها في مدبة في مدينة اسمها موزايك سيتي مدينة الفسيفساء وجايبة البحر الميت ومركبة عليها كل هناك فسيفساء فسيفساء موزايك موزايك it's not prosaic خالص. والنهاردة لا هنعمل التجربة بقى دلوقتي. البيضة موجودة فين الملح؟ هنتكلم عن البوينس. عارفين البوينسي؟ عارفين البوينسي؟ ها؟ الطافو صح؟ when you have a light boy هتلاقيه يطفو كده ملاش علاقة يعني. لا جايز برضو البوي يعني خفيف برضو صح ولا لا؟ غير الراجل الكبير. في علاقة ممكن. لأن قالت العرب لا قالت الإنجليز إذا اشترك لفظان في حرفين جمعهما معنى مشترك. أنا عايز إيه؟ بوينسي أو الكلمة الإيطالية أحلى إيه؟ جالجابيليتا أو ممكن بالأسباني فلوتيدداد أي حاجة كده. طيب هنشوف إزاي إن البحر الميت وليه ميت؟ ها؟ طيب إحنا فاكرين إن المية مية النيل تقيلة ما حدش يعرف يعوم فيها صح؟ ومية البحر خفيفة صحيح؟ إزاي الكلام؟ طبعا كلام غلط لأن مية البحر تقيلة فبتخليك أنت خفيف ومية النيل العذبة الجميلة اللي ما فيهاش حاجات كتير مش هنقول على اللي فيها بس هي ايه خفيفة فانت تقيل عليها فمية البحر فيها املاح كتير ففيها upward force فيها قوة هتروح شايلاك وانت اللي خفيف. فدلوقتي المية دي زي مية النيل اهي فالبيضة شايفينها نزلت تحت غاصت دي كده دايفنج كده
No diving, لو سمحت. No diving. No diving, I said. بتغوص ليه؟ لكن لو حطينا ملح ايه اللي هيحصل؟ هنزود كثافة المية. لو سمحت يا مية زيدي كثافة. I call on you to increase the density. حد شايف؟ صعب شوية. عايزين بقى ايه نقلب من غير ما نكسر البيضة طبعا لان بعد كده التجربة فشلت. بس ممكن نتخيلها. ها؟ هو مسيان احنا شفناها انها تحت ولا لا؟ احنا ها؟ والله تصدق فكرة. ويبقى ايه سكرامبل ده ولا مش سكرامبل ده بقى اسمه ايه ده؟ بويلد. ها؟ سكرامبلد. Now we are scrambling to get some salt. Now we have salt. فاحنا نزيد من كثافة الماء. صح؟ يبقى it's more dense. هيبقى أكثر كثافة من البيضة. دي الفكرة بقى. فكل ما زدت الكثافة على فكرة مش في البحر الميت بس. ممكن واحد يعملها في البيت كمان. لا لما بنحط البيض وهو بتسلق البيضة ما بتنكسرش. البيضة ما بتنكسرش؟ اه لو ما حطيتش ملح تنكسر. شفت بقى؟ ده سر اهو. طب اوعى تتكسري. نحط أكتر ولا كفاية كده؟ نحط أكتر. احنا عندنا وقت لإيه؟ To conduct this experiment. الملح رائد تحت. ها؟ ها؟ نزود الكثافة. بس الملح صحيح الملح ده منين صحيح؟ حد يعرف؟ ها؟ بس عارفين في مصر في ملح كتير. بس ممكن تتعلم حاجة من لو قريت الايه المكتوب. ها؟ ده جاي من شمال سينا. شفت؟ من شمال ده من شمال سينا. كمعريش بالذات يعني؟ طيب احنا هنكمل على عالم الملح يذوب. يذوب 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 ولا يذوب؟ ها؟ يذوب. ها؟ ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا. كان خليلا في خلال خليله تسرب تسرب اثناء العناق وغاب. يذوب يذوب الايه؟ هما لما بيجي يعملوا التجارب دي في التلفزيون ما بيوركش الايه؟ ما بيوركش العناء وانت بتذوب الملح. تخيل بقى العناء في ذوبان الملح في البحر الميت. طب هو ليه بحر ميت؟ ها؟ نعم؟ كثافة الملح فيه. هو في كائنات على فكرة بس مش الكائنات اللي هنشوفها بسهولة. يعني في كائنات ذكية بتعيش في كل حتة. بس من عظمة ملوحته الملح يقدر يقتل كمان يعني. ومن الايه؟ حب ما قاتل. رغم الملح ده يعني زي المية بتحيي وتغرق والأرض تغرقها فيحيا المغرق. وملح الحب يعني. لازم كمان نسيبها ايه تبدأ تصعد. هنسيبها بقى ايه شوية عشان تبدأ تصعد. ولو ما صعدتش برضه هنقول التجربه ناجحه. سندعي عليا. ها؟ We still have time. هنمنتجها. ايوه بالظبط كده. فاحنا عملنا الاسبيرمنت دي. حلوه. نحن الان في البحر الميت او the salt sea ولا بحر المالح ده. بحر الملح. نسمع يا محمود. طيب المنظر جميل. ده من الغرب. ده من الغرب من فلسطين او ما يقال له مكان تاني برضه. برضه لقطة من الوجه الغربي من البر الغربي. شايفين ازاي ان حصوات ديت والهالايت او الملح ده مثبتها عامل فن التثبيت. ورواسب ملحية وحصوات حصى رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي. حصوات من الهالايت. هالايت بيبلز. حصوات الايه الملح بدات تعوم ولا لسه؟ حط ملح تاني. حط ملح تاني. ادي جبل من الملح ده في غرب البحر الميت. ورجعنا مصر. رجعنا مصر. اين نحن الان؟ شالي. ها؟ شالي. فين؟ شالي. سيوة. سيوة شالي في المدينة. بالظبط. الهرم ده ولا جبل؟ وسيوة
مش بس فيها ملح وفيها لغة بيتكلمها السيويين محدش المصريين يفهمها. أمازيغ؟ آه. تكسب معنا ملح. الهرم ده ولا جبل؟ لا نسمع نسمع. ده بنايات بنايات بنايات. لا دي بناية بنايات. vernacular architecture. فشايفين آه. ومن سيوة عندنا ملاحات رهيبة جدا وفيها شركات مصرية وأجنبية كمان. شايفين الشركة ايه دي؟ Egypt Siwa Salt. وفي كمان Siwa Salt UK based. Purity comes from nature. ده بقى بيستخدموه لانه high quality يعني almost almost pure pure خالص top premium. ده بيستخدموه في de-icing. عارفين de-icing؟ يكون عندك تلج وبقى الطيارات هنشوفها بعد شوية. الملح ولا الملح عبر الأزمنة ترك أثر في اللغة في الكلمات. فهنلاقي في أيام الرومان فيا. فيا يعني إيه؟ ها؟ مش فيتا. فيا طبعا from فيا يجد فيتا يعني الطريق حياة، ولكن فيا يعني واي. فيا طريق. فيا او تي ويم ان وينيم او تفاك ذير اي ويل فايند ا واي اور ميك وان. لا مجال للهزيمه اذا تاكدت العزيمه. ويا فيا اللي هو الطريق. فيا سالاريا طريق الملح. طريق الملح وهو ده موجود هنا. طريق الملح في الامبراطوريه الرومانيه في طرق كتير للملح. ده احنا عندنا في مصر طرق لها علاقة بأحداث زمنية أو طول. عندنا طريق درب الأربعين مش كده؟ 40 يوم أهو. فالطرق القوافل بالجمال camel caravans carrying حملة دي قبل ما تشيل الملح بتستعد بس. طيب يا جمل تعالى. camels were late comers for commerce. فهم جم وجم من شمال امريكا بس طبعا انقرضوا من امريكا. دلوقتي رجعوا تاني خدوهم سياحه. هربتوا من الجمالي الى الجمالي زي البدوي اللي راح في نيويورك عشان يتفرج على حاجه عجيبه. فراح على خيمه لقى في طابور. قال ما دام في طابور يبقى هو ده الحاجه الاهم حاجه. وبعدين وقف الطابور بعد كام ساعه وصل دخل الخيمه لا ايه جواها جمل. كل الناس دي في نيويورك وقف اتفرج على جمل. فقال هربت من الجمالي الى الجمالي. عندنا الجمال كتير ايه شايلين الايه. وابن بطوطه امير الرحاله وصاحب الرحله الذي خرج من طنجه تنجير صاحب الرحله المسماء تحفه النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار. سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والتبر كالترب والملح والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. قلقل ركابك في الفلا ودع الغواني للقصور فمحالف أوطانهم أمثال سكان القبور. لولا التغرب ما ارتقى در البحور إلى النحور. قال ابن بطوطة travel, sit out and hit for pastures new. Life tastes richer when you have road warm feet. No water that stagnates is fit to drink, for only that which flows is truly sweet. ابن بطوطة وهو وصف لنا. ثم سافرت في غرة شهر الله المحرم سنة 53 في رفقة مقدمها أبو محمد وفيها جماعة من تجار وغيرهم. فوصلنا بعد 25 يوما إلى تغازة وضبط اسمها بفتح التاء المثنى والغين المعجم وألف وزاي مفتوح أيضا.
ويقول: وهي قرية لا خير فيها، ومن عجائبها أن بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح، وسقفها من جلود الجمال، ولا شجر بها، إنما هي رمل في معدن الملح يحفر عليه في الأرض، فيوجد منه ألواح ضخام متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض، فيوجد منه ألواح الأرض تحت الأرض يحمل الجمل منها لوحين، ولا يسكنها إلا عبيد، وهم الذين يحفرون على الملح ويتعيشون بما يجلب إليهم من تمر درعة وسجلجامة ومن لحوم الجمال. وراح مدينة تانية برضو بيقول فيها إنه: ثم سافرت من بلاد عمان إلى بلاد هرمز، وهرمز مدينة على ساحل البحر، وتسمى أيضا مؤستان، وتقابلها في البحر هرمز الجديدة، زي مصر الجديدة كده، وبينهما في البحر ثلاثة فراسخ، ووصلنا إلى هرمز الجديدة، وهي جزيرة مدينتها تسمى جرون بفتح الجيم والراء وآخرها نون، وهي مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة، وهي مرسى الهند والسند، وهي مرسى الهند والسند، ومنها تحمل سلع الهند إلى العراقين وفارس وخراسان، وهذه المدينة سكن السلطان، والجزيرة التي فيها المدينة مسيرة يوم، وأكثرها سباخ وجبال ملح، وهو الملح الداراني، ومنه يصنعون الأواني المزينة والمنارات التي يضعون السرج عليها. في ألمانيا برضو هنشوف الألت ستراست دي، ولا مش عارف أقراها، يعني طريق الملح القديم، طريق الملح القديم، The Old Salt Road. كمان في بعض البلاد هنشوف ان هم جوه المنجم الملح، The Salt Mine منياري دي سالي، نحتوا الكاتدرائيين، هم من كتر ما هم عايشين حياتهم كلها، فنحتوا كاتدرائية كاملة جوه منجم الملح. If you are a spelunker تخش بقى سبيليولوجي كده وتشوف أكتر من كام، ده كله منحوت بالملح، كل ده بالملح، بالملح. وطبعا بعد كده نسافر بقى، بس لازم we have to de-ice the plane ونشيل الملح. أنتم ملح الأرض، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. طولتش أنا. صحيح، ممكن بقى عندنا وقت نكمل التجربة. ها؟ صدق كان في تجربه غاندي. تجربه غاندي قولها، ايه عمل ايه؟ هو كان مسيره الملح، مسيره الملح. وفي على فكره في قوافل، بس طبعا كل السلايدز دي حطيتها بدات فيها امبارح وخلصتها النهارده، ما خلصتهاش طبعا، عامله زي القصيده It's never finished just abandoned. لكن ممكن الحديث ده يطول ساعات وساعات. حتى من ضمن الكتب اللي جبتها عن الملح، في كتاب جبته قد كده، فالملح طبعا، فما اخدت كيمستري ولا فيزيكس ولا وايد وي فلوت، كل الحاجات دي، وطرق التجاره والتيمبكتو، وازاي الملح حتى قالوا انه كان يكيل بمكيال الذهب، كانك تقيده بالذهب، ممكن مبالغه شويه، بس فعلا كل القوافل دي. ولذلك ملك تيمبكتو لما جه مصر وجاب الذهب الكتير، فغير ميزان التجاره، ويعني ديستابلايز ايكونومي. ففي كانت كتير عن الملح بلا نهاية، والأكلات المملحة، وزي المصري احتفظ باستخدام الملح في حفظ حاجات كتير، واللحم المقدد، والصيدلية اللي هي المحيط اللي هي كلها ملح. عايزين نعرف أول مين واحد استطاع بالملح. أول واحد أكيد الحيوان. من البشر؟ ممكن طبعا نتحيز بقول القدماء المصريين، بس لازم نقول البابليين برضو، نشوف كتير حضارة الصين كتير. على فكرة لو امتد بيا الزمان وقعدت المحاضرة، لازم كمان احط الهيروغليفي بتاع الصينيين، نحط بقى ان هم بيكتبوا زينا كده، عندهم صور، يعني جوه الكلمة في صورة، زي ما احنا شفنا هنا كلمة شفناها كان فيها حبة، شفت الحبة اللي فيها، وكان فيها الحامل ده، هو ده ستاند بتاع الملح. فكذلك الصينيين عندهم، لما تيجي تبص يكتبوا ابو الهول ازاي، هتلاقي الصينيين بيحطوا ايه
هتلاقي الاسد وعندك الراس يعني مركبها كده غير الكلام يعني في نطق في فونوجرام وفي ايديوجرام وفي سلام وفي كلام ها في سيلك رود وفي في طرق كتيره الطرق الجميل ها كان عليها ايه يعني يخيل للناظر الى الهرم الاهرام القديمه زي هرم خوفو وخفري ومنكوري وشيبس شيبس كيف ما عملش هرم بس كانه هرم وكان الاهرام ميزان وفرعون ب طيب نركز ركز يا احمد الهرم لما انتهي من بناء الهرم كسوه كساء ابيض لامعا كانه ملح فعلا ما هو ملح ما هو صخر لكن مو كانش ملح ده كان كالسيوم مش كالسيوم طبعا انما كالسيوم كومباوندز اللي هو اللي بيسميه لايم لايم ستون كالكاري ديماري بيريسكالاري لهذا الصخر الرسوبي ده السيدمنتري روك اللي جاي من طرة ومن المقطم and this fine finish of lime made it hard to climb adding to the expectation of the sublime and the pharaoh had a good time and like me he could rhyme and if you stun with your pun you have won فده كلمة ملح بالعربي بتعمل الحاء كده تبقى وش تبقى وش تبقى جميلة جدا يبقى بتغطي نايس يس جميلة طبعا عبقرية الخط العربي هو أساس حاجات كتير في أساس حاجات كتير في العمارة الإسلامية مثلا طبعا calligraphy that's the essence of Islamic architecture calligraphy Cali beautiful beautiful writing طبعا بعدين يجي لك بقى الارابيسك والامتدادات فولييتد ان فو كده هو حياتنا كلها يعني من غير ملح ما هنموت وبزيادته هنموت برضه فممكن الواحد يسمم نفسه يحط ملح كتير ففي ناس مريضه بسبب انها بتاخد ملح كتير وفي ناس مريضه بسبب انها عندها نقص في الملح وكي ما قال افلاطون اظن ايوه فاكروا افلاطون كان بيقعد عندنا هنا في الساقيه كان بيقول كل مفرط فهو معاد للطبيعه فطبعا يسري على الملح وغيره فيبقى في هايبوتنشن وهايبرتنشن ضغط دم بس لازم الميزان الوسط يس فيزيولوجي الميثولوجي الاساطير طبعا حب والاديان بقى حلو اتفقنا ديل الملح بقى تقريبا 1800 ما غليش في مصر يعني اللي هو العادي تحت عادي يعني الملح ماله حصل له ايه؟ مش غالي يعني ميه ما تهياليش لان هو بالعكس وبعدين في حاجه انه زمان كان في اعتماد كبير جدا على الملح في حفظ الطعام وهو دلوقتي احنا تقدمنا يعني الحاجه اللي كنت مثلا بتحفظها بملح ممكن بس ترميها في الثلاجه في الفريزر فدي كلها حاجات يعني احسب كل ما انت تحفظه في التلاجة في باي فريزنج وكنت زمان بتحفظه في الملح مثلا فدي حاجات لكن ما اتكلمناش عن ازاي الزيتون بقى والخلي البيكلز وفي حاجات ده موال تاني والجورمي والجاسترونوم جاسترونومي ها ولذلك الناس لما بصوا على مومية رمسيس العظيم وظنوا وربما أصابوا هو لا ندري إن هو ده رمسيس الخروج لأنه غرق وكان الملح اللي عليه ملح البحر عشان عنده ملح بزيادة بس لا بس مش بالضرورة لأنه هو أساس التحنيط الملح الناترون وبعد كده بعد كده في أساليب تحنيط عالية قوي وفي تحنيط يعني نص نص خلاص فممكن ده ما كانش متحنط حلو حطوا له ملح زياده يعني هتلاقي فيه مشاكل في التحنيط فعارف في تحنيط فيرست كلاس وفي تحنيط خمس نجوم وفي تحنيط يلا بقى يا رمسيس تعبتنا بقالك 70 76 سنه بتحكم بقى كفايه اول كفايه ظهرت في التاريخ فهو ده اتفضل لغز اللي بتاع اخوانا الاهرامات بقى ايه رايك يعني او ايه اكتر حاجه انت مصدق فيها ان الهرم اتبنى بالطريقه ده في محاضره عملتها قصة الهرم الأكبر فلترجعونا إيه نرجع إليها موجودة على فكرة على اليوتيوب كمان لغز البناء الهرم I wouldn't do justice هبقى أظلم الهرم ها؟ سأظلم الهرم ظلما عظيما صح؟ ولا ترضى الظلم ها؟ مشكلة بس
البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال مع قفل الكمبيوتر and packing.